ورأيك في الأزمة اللي تاع المياه اللي تعيش المغرب حاليا؟ هذه السنة ديال 2022 هي واحد السنة جافة بامتياز اللي كتقيسنا حنا وكتقيس كاع لو بورتور ميديتيرانيا. كانت النسبة ديال التساقطات ناقصة بزاف، كانت عندنا شوية الشتاء في لو موا ديال نوفمبر وفي لو موا ديال مارس، ولكن اكتوبر ونوفمبر وديسمبر وجانفي ما كانتش فيها الشتاء، فإذا حقنا ديال السدود ناقصة بزاف، النسبة ديال الملء في السدود وخصوصا في الأقاليم الجنوبية وفي الأقاليم الشرقية، وهذا الشيء جعل على أنه تزويد الماء الشاروب غادي يعرف واحد الاختلالات، وبدات في عدة مدن. قبل ملي كان الجفاف كان تيقيس المجال القرويه والفلاحة، هذه السنة كيقيس كذلك الحواضر، هذه يعني مسألة جديدة. بالنسبة للأزمة ديال الماء في المغرب، لاحظت باللي في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا الوزارة دقات ناقوس الخطر، خصوصا في هذا الشيء ديال نقص المياه وضعف يعني الآبار وكذلك الأنهار، اللي ربما أنا كنعتقد أنه راجع لعدم تساقط يعني الأمطار بكثافة، خصوصا هذه موجة الحر اللي صابت المغرب وخصوصا شمال إفريقيا كاملة. كنشوف أنا أنه من المفترض أن يعني المجتمع أنه يحافظ على المياه ويحاول أنه ما يقومش بتبذير المياه، فقط تلك النقطة ملي كنبغيو نعسو في الليل نقطة 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 راه كتحاول أنها تجمع بزاف ديال المياه، وهذا في حد ذاته ضياع، كذلك غسل السيارات، كذلك الفرشة المائية، كذلك السقاية ديال مجموعة من الفواكه اللي كتدي واحد الكمية كبيرة من الماء، على سبيل المثال البطيخ، على سبيل المثال الأناناس، لافوكا. الأزمة ديال الماء في المغرب حاليا كاينه داك الودان وداك الشيء نشفوا هذاك السودو تما نشفوا خواو بقاو في المغرب 30%، ونطالبوا الناس انهم يحافظوا على الماء، وحقاش واخا انت موجودك الماء هنا في كازا كاينه في قرى اخرى وبلايص اخرى ما كاينش الماء. عارف اخبار اخو، خاص الناس يتكيسوا شويه على الماء، وكاين الماء ناقص شويه مع هاد الجفاف. اي راه مش حال هادي، ماشي شحال من دابا، غير هي او جيتي تشوف راه ما كاينش بنادم ما كيحصفش زعما على الماء بصفه عامه، راه ما كاينش يعني هذاك الشيء خصو يكون من يعني منين يكون واحد الدري صغير ولا بنت صغيره وانت كتوعي فيها، يعني باش اللي خصو ذاك الجيل عاد تقدر الا يكون عاد ماجي، وما دابا حاليا راه ما كاينش، يعني هذاك الماء باش راه دابا حاليا باش غيتجمع ولا باش غيكون راه ما كاينش. ملي كتكون واحد السنه بحال هذه بطبيعه الحال تيخص يكون الاقتصاد في الماء، كيخص تكون التوعيه، الناس كلهم خصهم يفهموا على ان يعني هذه الاجراءات اللي خاص الناس يتخذوا الان. اي في واحد السنه بحال هذه في جميع الدول كيكونوا واحد التدابير اللي كتجعل على انه الناس خصهم ينقصوا من الاستهلاك ديالهم ديال الماء، يعني جميع الاستهلاكات بحال الانسان اللي دخل الدوش ما يتعطلش في الدوش، سقي المساحات الخضراء في الكوزينه كذلك تيخص الواحد اللي بغى يغسل الخضار يدير غير واحد لاباسين ويغسل فيها الخضار، يعني اي حاجه يمكن نقصوا منها، لانه احنا دابا في الشهر ديال اوت، مازلنا اوت سبتمبر واكتوبر، خصنا على الاقل واحد 3 شهور نقتصدوا فيها على ما ترجع واحد يعني واحد الوضعيه اللي هي عاديه. اهم الاجراءات كنشوف هو ان المغفور له الحسن الثاني دار واحد الهيئه اللي هي رائعه ديال السدود، وكنشوف باللي ان زياده من السدود كتلعب واحد الدور كبير، خصوصا في ان الحفاظ على الفرشه المائيه، كذلك كنشوف باللي ان حفر الابار والبحث عن ابار جديده من بين الاشياء المهمه اننا نحافظوا بها ونزيدوا من منسوب المياه في المغرب. شنو عيب الدراري داك الجيل اللي طالع، هما حاليا دابا كلشي راه غادي في الهواء سواء، يعني ما كاينش واحد وفيها بزاف، ودابا واحد كيغسل غير طوموبيل وخصو هو ثمن باش دوار باش يعيش، هو يغسل بها الطوموبيل، واش هو مسوق؟ هو ما عارفش كاع واحد اخر كيضرب 20 كيلومتر ولا 30 كيلومتر باش يجيب جغماد الماء ديال النهار، ماشيش ديال السيمانه ولا ديال بزاف د الحوايج. كاين الناس اللي محتاجين ليه، وكاين الناس اللي ما واصلش ليهم الماء بزاف، بحال الناس اللي في القرى والناس اللي في البوادر ما عندهمش الماء وما عندهمش الطاقه باش يوصلوا من الماء. بالنسبه لك فين تيضيع هذا الماء هذا بالنسبه للناس اللي تيضيعوه؟ الناس كل واحد في شي يستغلوا، كاين اللي تيستغلوا شي حوايج ما عندهاش شي نتيجه فين تيضيع الماء، وكاين الناس اللي محتاجين الماء بزاف. هو الناس اللي كيعيشوا في المجال القروي تيعرفوا بالقيمه ديال الماء وكيحافظوا عليه لانه كيعرفوا اش كيسوى، حنا في المدن كاين الناس اللي ما كيعرفش داك الماء منين كيجي،
فتيخص الناس توعى. وهذا الشيء علاش هذه البرامج بحال هكا اما في الاذاعه ولا في التلفزه ولا في هذه المواقع التواصليه كيخص التحسيس، خص الناس تفهم على انه هذه واحد السنه يعني اكسبسيونيل اللي خص كل واحد يدير واحد المجهود باش يقتصد في الماء. كلام الله عز وجل ملي كيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، بغيتوا كل شيء يبقى حي، الانسان يبقى حي، النباتات يبقاو حيين، الحيوانات يبقاو حيين، الدواب يبقاو حيين، كل شيء. حافظوا على المياه، المياه راه هي كل شيء، والمياه راه داخله في جميع العناصر الحيه في الكون. والله يهديهم وخاصهم يتكيسوا على الماء ويتهموا يديروا في بالهم الماء راه ناقص بزاف وخاص الماء يتكيسوا عليه. والله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق، خاص التوعيه تكون في المدرسه، تكون الوالدين، حملات تحسيسيه خاص تكون نوبه نوبه، ماشي احنا من العام للعام. الله وصانا اننا ما نبقاوش نبدروا الماء، ان الله لا يحب المبدرين. نحاول ان نحافظوا على الماء. بالنسبه لك الحكومه خاطت واحد المجموعه من الاجراءات مؤخرا للحفاظ على الماء، اشنو رايك في هذه الاجراءات؟ وهي الاجراءات بطبيعه الحال مزيانه، واخا انا في نظري كنا نقدروا نبداو شويه قبل، لان انا بعدا شخصيا من اواخر ديال شهر فيفري كنت قلت بان هذه السنه غتكون واحد السنه جافه بامتياز، فما كانش خصنا نتسناو حتى المواد الجويه عاد ناخذوا التدابير، كان خصنا ناخذوهم على الاقل في المواد مي، لان كل ما بدينا بكري كل ما كنقتصدوا كل ما كنقدروا انه نريزيستي حتى على ما ترجع واحد الوضعيه طبيعيه.